تقول لنا ايه عن الرقصه دي يعني، وش معنى الرقصه دي تحديدا يا بيرسي؟ Okay, this is a dance from هذه Czech, الرقصة من الأماكن التي كنت أزورها، من الكنيسة التي كنت أذهب إليها، وأعتقد أنها يعني كيفتها بطريقة ما حتى تكون كوميدية وطوعتها. يعني هي كانت رقصة معينة وأنت غيرتها علشان تبقى بهذا الشكل. نعم غيرت فيها حتى تلائمني وتكون سعيدة وكوميدية وأكون مرتاح وأنا أؤديها، حتى تمثل من أين أتيت والمكان ومن أنا، وأنا أحب أن أحيي الهدف الذي أحرزه دائماً.